على معناتها الوجه الاتصالي يظهر به الاهلي بعد الانتصار، حتى معين الشعباني كنا نسمع فيه بعد الهزيمه في الندوه الصحفيه قال لك انا لسه في شوط ثاني. قال الاهلي استحقت الانتصار نتاعها، وفما شوط ثاني في مصر نحاولوا نمشي ونترشحوا ونرجعوا على شلابي بطاقه تأهل. وبالتالي معناتها في المستوى هذا اللي حبيت نقوله انه الشناوي ولا مدير الكوره في النادي الاهلي ولا مدرب الترجي التونسي اكيد انهم يكونوا يعرفوا كيفاش يتعاملوا على مستوى الصوره وعلى مستوى التعامل الاعلامي نتاعهم وعلى المستوى الاتصالي نتاعهم. شاكر، خليني اتفق مع الكابتن رضا. المباراه لو الاهلي احسن استغلال ما بها من فرص كانت خرجت 3-4. أيوة، في المقابل الكابتن رضا اللي بيتكلم عنه يعني، وانا بسجل اعجابي وتقديري لهذا الرجل المحترم لانه ما بيضحكش على الجماهير. انا عايز مردود يديني امل كترجاوي، وانا زي ما بقول لك انا عندي ثقه من في فريق الاهلي وهذا في الكوره، ولكن السجالات اللي شغاله على الصفحات ان اقلل من قيمه الترجي ان انا فزت عليه في رادس او هذا. عايز اقول لك على معلومه، الترجي في اخر 9 مباريات وده اللي بيقصده كان الكابتن رضا بالاحصائيات، اخر 9 مباريات لم يحقق الا فوز واحد. انت عندك مشكله لابد ان تفكر فيها. أن يحقق الترجي مستحيلا في مصر، كرة القدم فيها كل شيء. لا ماهوش مستحيل، ما نختلف. ما أقول لك فيها كل شيء. لا لا يعني ما نقولش أنه حقق المستحيل، هذا مش مستحيل. 1-0 لهنا عاد. لا مش مستحيل. لهنا ما نوافقش سيريدا أو جيت. كلمة واحدة. نمشي الفاصل سيريدا.